التتويج ديال اليوم، كنا داخلين عازمين باش نحققوا نتيجه اللي تكون ايجابيه، ما عندناش شي خيار اننا غنقولوا غنلعبوا الروتور ولا شي حاجه، يعني لازم ما خصنا نفوزوا ناخذوا الكاس. الكاس جا لمدينه الدار البيضاء، خصو يبقى في كازا. تنبغي نشكر اللاعبين ولا الجمهور اليوم اللي دوروا الملعب وتفكرونا في الاجواء ديال الشامبيونز ليغ ان شاء الله. اللي هذا العام هذا تنطمحوا اننا يكون عندنا طموح باش نهديو ان شاء الله الجماهير الوداديه الشعب المغربي ان شاء الله. قريب ان شاء الله، انا بديت دابا الترويض وبديت لي زونطريمون مع الفريق ان شاء الله. من هنا واحد جوج سيمانات نكون داخل مع الفرقه ان شاء الله، ونكون ان شاء الله مع الجروب ونعطي انا الاضافه ونفرح الجماهير الوداد ان شاء الله ولا الشعب المغربي.